حياتك أسهل مع فيصل خالد. حياكم الله، حياكم الله، الله يعافيك. لا، هو الخلاف تنوع وواضح تماما. الخلاف التنوع في ماذا؟ هناك رياضيين وهناك متنقلين. الرياضي يريد سرعة عالية، يريد طريق خالي من العوائق وخالي من المفاجآت. طيب، فهؤلاء لهم المسارات، لكن أنا وأنت كمتنقلين كمترحلين، أنا أبغى أشتري خبز من البقالة اللي قدام بيتي، أروح أشيل دراجتي على سيارة، طيب، وأنقلها إلى مسار، وأتصل على راعي البقالة أقول له تعال جيبها لي في المسار. طبعا هذا خطأ، أبغى أروح لعملي، بزور أحد، بتنقل، أبغى أخرج في رحلة، أشيل المسار على كتفي، نجيب رافعات ونجيب الجرافات تجرف المسارات عشان نضعها في الطريق. طبعا هذا غير صحيح. أيضا الحكومات والدول مش كلها قادرة على بناء المسارات، خصوصا الدول النامية. أنا لا أريد هذا المسار أساسا حتى أقود عليه. لذلك عندنا اختلاف تنوع وليس تضاد. التضاد هو في عقول المختلفين المتناحرين، يعني يريد الذي يريد أن يعني كما يقال يمشي كلامه على الطرف الآخر بلا وعي، بلا علم، بلا معيار. المعيار العلمي خلاص عندنا متسابقين يرحبون بالمسارات، بل هو مطلب لهم وهذا أمر لا خلاف فيه. والمتنقلين لهم الكرة الأرضية بأكملها، يتنقل في الشوارع العامة، في الطرق البرية، إلا ما كان فيه خطورة وفقا لظروف معينة، وهذا يعتبر من الشواذ والقاعدة أن الشاذ لا حكم له. طبعا يا أحبة، في مسألة هل هي مركبة ولا لا، يعني هل يعتقد الجندي أو منفذ القانون، منفذ النظام، الجهة التنفيذية أنها مركبة أم لا؟ النظام الأساسي للحكم ينص على أن اللغة العربية، طيب، هي اللغة الرسمية للدولة. هذا جانب. الجانب الآخر ينص على أن في نفس المادة، طيب، أن القرآن الكريم والسنة النبوية هي مصدر التشريع. لذلك يعني واقعيا كونها لغة، اللغة كلفظ ومعنى، الدراجة هي مركبة، يعني حتى لو تبحث عنها ستجدها مخصصة للركوب، يعني بديل للدابة، طيب، وهي نوع من أنواع المراكب كالسفينة، كالطائرة، كالسيارة، كالشاحنة، كالحافلة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، لا يوجد نص على منع هذه المركبة، منع هذه المركبة، جيد، وإذا وجد تستطيع أنك تقدم مقترح لإزالته، لكن لا تطلب أن تكون أن ينص النظام على وجودها، لأنك إذا طالبت معناها أنك تشير إلى المنع، والمنع ليس هو الأصل، الأصل الإباحة والجواز، هذا هو الأصل. وبعدين هذه المسألة في الغالب تترك لشخص يكون متبني لهذه المسألة ومحتسب، يعني يكون شخص فاضي لمثل هذه المسألة، فيستطيع أنه يستصدر حكما قضائيا في ديوان المظالم، جيد، على إدارة المرور بثبوت أن الدراجة مركبة، وأن الشخص اللي خالف هذا الشخص أو الإدارة التي خالفت هذا الشخص يعني قد ارتكبت مخالفة شرعية ونظامية. لأنه برضو أنت إذا كانت علاقتك مش جيدة مع رجال المرور ستحصل على مثل هذه المضايقات. ولذلك أنا أنصح الإخوة في جميع المناطق
بزيارة الإدارة المرور وتعريفهم بالدراجات، بل واستقطاب المسؤولين لقيادتها والمشاركة في المجموعات. يعني حنا عندنا في الأحساء إدارات المرور المدراء والقادة لديهم دراجات، لذلك نحن لا نعاني من مشكلة الدراجة في الطرق. يعني عدد من الضباط في قطاع المرور ورجال المرور غير القطاعات الأخرى مثل الطوارئ والشرطة، طيب، وتدخلات الخاصة، كلهم دراجين، فهم على اطلاع ووعي. ولذلك عندنا في المنطقة اللي أنا فيها ما عندنا أي إشكالية في الدراجات. الله يحفظكم ويبارك فيكم. طبعا رجل المرور ما ينظر للشخص أنه مستهتر إلا إذا أبدى استهتارا جيد، أو أن يكون هذا المطبق النظام يعني مثلا غير مدرك وغير واعي. أنت بدورك تصحح، نحن نسمي هذا في علم الاتصال البشري إعادة التأطير. إذا كان هو يراك مستهتر، فبأسلوبك، بحديثك، بمعرفتك، بعلمك، بهيئتك وسمتك وطريقة حديثك تجعل منه يستوعب بأنك شخص غير مستهتر. هذا فيما يتعلق بالجوانب السلوكية في التعامل مع موضوع الإيقاف والمخالفات. إذا هو أساء إليك له مرجع، المرجع تلقائيا أن ترفع السماعة وتطالب المسؤول عن الوردية أو عن هذا التوقيت أو عن هذا المربع أنه يأتي لمباشرة الواقعة. والجانب الآخر الذي أنا أرغب حقيقة أن أنبه له بشكل دقيق، لابد أن تكون معك كاميرا. هذه الكاميرا تحميك بإذن الله عز وجل وتستصنع الأدلة وتحفظ لك حقك. إذا كنت مستهتر بيبين أنك مستهتر، إذا لم تكن مستهتر بيبين أنك لست مستهترا. طبعا هذه دائما التسجيلات ما تعلن متى تصبح ممنوعة. ممنوعة إذا نشرت، لكن إذا استخدمت في المجال التوثيقي والمجال الاستدلالي هذا الأمر متاح لك في جميع الحالات ولا منع. لا بأس لا بأس، في عندي تقنية موجودة على موقعي اسمها تقنية الألفة. ادخل على الموقع، الرابط موجود عندك فوق في الأعلى، ادخل على هذا الرابط واكتب في البحث داخل الموقع تقنية الألفة. جيد، استخدمها مع أي شخص وستنفع الإخوة والأخوات والأهل والأقارب والجيران والدراجين وغيرهم. طيب، وتستطيع أنك تستخدمها في بناء العلاقات وأيضا عكسها في يعني كما يقال هدم العلاقات. هذا جانب، في لها شرح موجود في قناتي على اليوتيوب بعنوان كيف تؤثر في أي شخص. إذا استخدمتم هذه الأساليب أموركم بإذن الله عز وجل ستتيسر، خصوصا أنك تقوم بعمل مباح. ولما نقول مباح يعني غير ممنوع نظاما، لا شرعا ولا نظاما. الله يعافيكم ويبارك فيكم، فسترتاحون. كل من يعاني من مشكلة في أي منطقة من المناطق في أي مكان سيجد طريقة ملائمة للاستمرار، لأن عموما الدراجين أساسا يجوبون الأرض، يجوبون القارات، ما حد منعهم في جميع الدول المتعلمة المتقدمة والدول المتخلفة، حتى اللي ما عندهم طرق واللي ما عندهم تعليم ودول فقيرة ما في حد بيوقفك إلا قطاع الطرق. عدا ذلك حتى رجال الأمن لو وقفوك في أي دولة من الدول في الغالب يندر أن حنا نسمع أن تم إيقاف شخص أو اعتقال دراج في أي مكان في العالم لأنه يسوق دراجة. ممكن يقولون له ممنوع كذا من رأسهم، وركب سيارة تنتقل من منطقة إلى منطقة. وفي مناطق كما ذكرنا شاذة مثل جسر البحرين، جسر البحرين لا يمكن قيادة الدراجة عليه، فهذا الشذوذ لا يعمم على الجميع لأسباب معينة يراها أصحاب القائمين على إيش يسمونه هذا الجسر. جيد، فينتقل الواحد بالسيارة. وفي عدة دول الجسور عادة ما يكون عليها دراجين ويضعون طرق للدراجين. طبعا هنا لا، هنا
القاعدة العامة أنه لا توجد أساساً أي مسارات لتأمين الدراجات في المناطق الخطرة، فأنت تقود دائماً تحت مسؤوليتك أو على مسؤوليتك في كافة الظروف. عموماً أنت تقود على مسؤوليتك في كل مكان في العالم، بمجرد أنك تخرج من بيتك المسؤولية لك أنت. أنت تلتزم بما ذكرنا من القواعد الأخلاقية والشرعية الأساسية، وستنجح وستعبر جميع القارات في الأرض. يعني النظام الشريعة ساري في كوكب الأرض بالكامل، جيد، إلا إذا كان هناك قرار في دولة معينة يمنع منعا باتا استخدام الدراجة وهي لا تحكم بما أنزل الله، هذا موضوع آخر، وبرضه هذا شاذ وغير معلوم وما سمعنا به في أي مكان في العالم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الجانب الآخر المهم أن لا يكون هناك استفزاز في مسألة القيادة في الدراجة، يعني الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية الشرعية. طيب، لا ضرر ولا ضرار. طيب، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طيب، أيضا المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أيضا مسائل زي هذه كقواعد أساسية المتعلقة بالأخلاق بالحقوق، أن تقود الدراجة وينطبق عليك قواعد الشريعة بالكامل، الأحكام الخمسة، ما هو واجب عليك وما هو محرم عليك أن تفعله وما هو مندوب وما هو مباح ومسنون، أو يعني أنا تشتت شوي ما أدري وش ذكرت، لكن عموما طيب تجري عليك هذه الأحكام، فقطع الإشارات، الخروج بشكل مفاجئ، عدم احترام الطريق والمقصد بالطريق، رواد الطريق، الإلقاء بالنفس في التهلكة. طيب، يعني يأتي شخص ويرمي بنفسه للسيارات أو يقتحم الطريق سريع أو يلقي بنفسه تحت الشاحنات، تقول طيب ما في عاقل يسويها؟ لا، هو أحيانا يكون غير مدرك أو غير واعي للخطورة، أو يفترض افتراضات قبلية غير حقيقية، يعني يكون لديه مشكلة في نموذج الاتصال، مشكلة في الإدراك. جيد، فدائما الحذر واجب، الحذر واجب. أيضا البعض قد يكون معاند، فإذا حصل، يعني أنا جاتني العديد من الاستشارات المتعلقة بالدراجين، طيب، بأنهم يعني حصلوا على مخالفات وما إلى ذلك، وحاولنا نساعدهم من الناحية القانونية، لكني تفاجأت أن الحبيب هو يعني هو الذي يرتكب المخالفات، والإجراء الذي اتخذ ضده هو اتخاذ بناء على قاعدة سد باب الذرائع الفقهية معروفة. جيد، فهو يعني يتعامل أو يقود الدراجة بطريقة غير سليمة. يعني حتى الرجل اللي يمشي في الشارع ليس له الحق أن يقفز أمام السيارات ويقول أنا مقدم. فلذلك هي مسائل تفصيلية مضبوطة ضبطا شرعيا دقيقا، لا مرية فيه، ولا نحتاج لا إلى نظام ولا إلى قانون. لذلك إذا كان الإنسان عارف بدينه بما قال الله قال رسوله، طيب، يستطيع أن يقود الدراجة بشكل صحيح. رضي الله عنكم وأرضاكم. الخلاصة، عافانا الله وإياكم، فيما يتعلق بموضوع المسارات المضمارية، هذه مخصصة لأهل رياضة السباقات، للاتحادات، للرياضيين، للأندية. هناك من يستخدم الرياضة أو الدراجة للعامل الصحي الرياضي لتخفيف وزن أو زيادة قدرة قلبية أو تنفسية، هؤلاء يحتاجون إلى مسارات طويلة. أيضا المتنقلين في داخل المدن المكتظة الذين يحتاجون
إلى مسارات لحفظ السلامة وسلاسة المرور، وهذا وفقا لمعطيات مدنية حضارية في هندسة المدن. وهناك الأطفال، هؤلاء يحتاجون إلى مسارات على الأرصفة وفي الحدائق وعلى الكورنيش في الشواطئ. وهناك المتنقلين المترحلين، أي مستخدمي الدراجات للتنقل للعمل، للزيارة، للتنزه، للرحلات، للسفر. هؤلاء لا يحتاجون لا إلى مسارات ولا إلى طرق خاصة، إلا فيما شذ وندر في المناطق الخطرة. الجانب الآخر ما يتعلق بالإيقافات، رجل المرور يوقف الأشخاص المستهترين بالأمن والسلامة المرورية، الذين يعرضون أرواحهم للتهلكة وأرواح الآخرين. في حال خطأ رجل المرور في إصدار المخالفة، هناك مرجع يمكن الرجوع له، وعادة أصحاب المرجعية لديهم الوعي والإدراك الكامل بهذا الإطار. في حال استمرار التنمر على الدراجين من قبل جهة معينة، يتم الرفع إلى ديوان المظالم ويستصدر صك، تستطيع أنك تصور معه سيلفي، تستطيع أنك تعلنه في الصحافة، في الإعلام، وتفخر بحقوقك كمتنقل أو كدراج يستخدم الطريق بكل أريحية وبكل سماح وبكل وضوح وبكل إباحة مباحة على مستوى العالم ككل. بمعنى آخر، أنك لو انتقلت من أي بلد إلى بلد آخر، بغض النظر عن الأنظمة التفصيلية الدقيقة، سيتم الترحيب بك في كل مكان، وأيضا المستقبلين لك من رجال الحدود ورجال الأمن ورجال المرور بيصورون معك سيلفي رضي الله عنك وأرضاك. فلا تهتم لهذا الجانب. أنا أكتفي بهذا القدر، أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.